الرحمن الرحيم. الرؤيا وليلة القدر، العلاقة بين الرؤيا المنامية وليلة القدر، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر في منامه؟ الجواب نعم، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والمقصود برؤيا ليلة القدر أي تعيين تلك الليلة. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر رآها في المنام وأعلمها، يعني تعيينها في أي ليلة. ثم استيقظ على بعض الصحابة أو صحابيين يتلاحيان كما أو يتنازعان، قال فأنسيتها. ثم بعد ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، أنه يسجد في ماء وطين. فالصحابي يروي عنه أنه رآه في صبيحة 21 من رمضان يسجد في ماء وطين صلى الله عليه وسلم. ثم الصحابة أيضا كأنهم كانوا منشغلين بها، فرآها بعضهم في العشر الأواخر، ورآها بعضهم في السبع الأواخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين رؤيا هؤلاء وأولئك، وقال أرى أن رؤياكم قد تواطأت، فالتمسوها في السبع الأواخر، لأن دول رأوها في العشر ودول رأوها في السبع، فيجتمعان في السبع. فيقول النبي فأرى أن رؤياكم قد تواطأت أنها في السبع. سنرى تلك الأحاديث النبوية وغالبها في صحيح البخاري. حديث الأول عن عبادة بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، خرج بعد أن كان نائما لأنه أعلمها في المنام. بعض الأحيان العلماء مجمعون على أن رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، يعني رؤيا الأنبياء معصومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن عبادة ابن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، تلاحيا يعني رفعوا أصواتهم أو تنازعا، فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، أي رفع علم تعيينها، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. ده في صحيح البخاري، أقرأ من كتاب فتح الباري كتاب فضل ليلة القدر، فالتمسوها في تلك. فالشاهد أن النبي علمها وخرج ليخبر بها. بعض الروايات في مسلم عن أبي هريرة أريت ليلة القدر، أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها. ويبدو كما جمع الحافظ ابن الحجر بين تلك الرواية والرواية الأخرى أنه أيقظه، أنه أريها في المنام، فأيقظه بعض أهلي والرجلان يتلاحيان فقام ليفصل بينهما فأنسيها. ثم يقول وعسى أن يكون خيرا لكم، أي أنه لعله من رحمة الله أنه ترك الباب مفتوحا حتى يزداد الاجتهاد ويزداد الطلب عليها، لأنهم لو علموها بتعيينها بإخبار النبي جزما ويقينا فغالب الناس لن يقوموا إلا تلك الليلة. فمن فضل الله أن فتح الباب حتى يجتهد الناس. هذا الحديث الأول في مسألة رؤيا النبي لليلة القدر. عن عبادة بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. صحيح البخاري. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها كما شرحنا. ده الحديث الأول. حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، يجاور يعني يعتكف. فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة، بعدما انتهت 20 ليلة على أساس أنه يعتكف العشر الأوسط، فيخرج في بداية العشر الأواخر، ده في بداية الأمر. فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21، رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه في الأول، في أول الأمر ما كانش يعلم أنها في العشر الأواخر، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، وعمل كده في سنة. فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: كنت أجاور هذه العشر أي الأوسط، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، ده تأكيد على الحديث الأول، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين فاستهلت السماء في تلك الليلة، في بعض الروايات في صبيحتها يعني في الفجر بتاع ليلة القدر. بيقول أبو سعيد: فاستهلت السماء في تلك الليلة، يعني جابت مطر، فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. إشارة إلى أن العلامة تحققت، وهي أنه سجد في صبيحتها. وفي رواية أخرى عن أبي سعيد قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف معي فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، يعني سحاب، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. ده صبيحة 21، وده سبب أن بعض العلماء قال أن ليلة القدر في 21. حديث الأخير عن عبد الله ابن عمر أن أناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وأن أناسا أروها في العشر الأواخر، أروها يعني في المنام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في السبع الأواخر. في لفظ آخر في البخاري أيضا، ده في البخاري: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. يبقى خلاصة الرؤى التي وردت في ليلة القدر عن النبي والصحابة، النبي أريها في المنام بتعيينها ثم أنسيها، النبي صلى الله عليه وسلم أريها في المنام ثم أنسيها، النبي رأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فالصحابي أبو سعيد الخدري رآه في صبيحة 21 من رمضان يسجد في ماء وطين. الرؤية الثالثة، الصحابة بعضهم رآها أنها في العشر الأواخر، وبعضهم رآها أنها في السبع الأواخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هذه الأحاديث كلها في صحيح البخاري، هذه الأحاديث كلها في صحيح البخاري. طيب، يأتي السؤال هنا: هل يمكن للواحد منا أن يرى ليلة القدر في منامه؟ نعم يمكن، ويمكن أن تكون رؤيا صادقة، لكن الفارق بين رؤيا رسول الله ورؤيا الواحد منا أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم معصومة، إذا أخبر أنه رأى أن ليلة القدر ليلة كذا فده سيكون قطعيا، لكن بالنسبة للواحد منا تفيد الظن، كما هو الحال في جميع رؤانا أو ما نراه في المنام، لأنه ممكن تلتبس في مرائينا. طيب، ممكن يكون تعبير رؤية ليلة القدر أيضا لها تعبير أو لها تفسير؟ نعم، لا شك أن تعبيرها أو تفسيرها فيه كل البركة، قد يشير إلى استجابة الدعاء،
قد يشير إلى إخلاص العبد وتقربه من الله سبحانه وتعالى، ففيها يعني معاني جميلة جدا مبسوطة في كتب تفسير الأحلام. هذه خلاصة بمناسبة تلك الأيام ختام شهر رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من المقبولين وأن نكون من عتقاء هذا الشهر الكريم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.